الجغرافية من قناة الجزائر الدولية. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم إلى هذا العدد الأول الذي سنستضيف فيه ممثلة جزائرية وأيضا فلسطينية وفرنسية. ممثلة أثبتت من خلال تجربتها الأولى أنها ممثلة بامتياز، هي ابنة عائلة فنية. دعوني وإياكم مشاهدينا نستضيف لينا سوالم التي تحضر معنا في بلاتو قناة الجزائر الدولية. أهلا وسهلا بك. مرحبا. أكيد شرفتينا بتواجدك هنا. إذن لينا سوالم هي فرنسية ذات أصول جزائرية وأيضا فلسطينية. هذا الكوكتيل الثلاثي ماذا يشكل بالنسبة لك؟ بفكر هذا الكوكتيل، وكمان عشان أمي وأبوي ممثلين وأنا ممثلة ومخرجة، كان كتير مهم إلي عشان سافرت كتير بالعالم العربي وتعرفت كتير على السينما بالعالم العربي، وساعدني كمان أقدر ألاقي طريقي بالسينما. أكيد نتحدث عن لينا سوالم، أكيد نتذكر هنا الوالد، نتذكر أيضا الوالدة مرتبط بهما وأيضا بباكورة أعمالك جزائرهم. ماذا تحدثين عن هذا العمل؟ جزائرهم أول فيلم إلي، فيلم وثائقي، وبديت أصور قبل 5 سنين لما عرفت أنه سيدي وستي عايشة ومبروك اللي وصلوا على فرنسا بالخمسينات من الجزائر بعد الهجرة تبعتهن، انفصلوا عن بعد 62 سنة اللي عاشوا مع بعض. وبهاي المرحلة اكتشفت أنه كان في كتير صمت موجود حول قصتهن، قصة الهجرة تبعتهن، وكان كتير مهم إلي أقدر أصورهن عشان أفهم شو قصتهم وليش كمان هذا الصمت موجود عندهم. هذه قصة ذاتية وشخصية، كان سهل بالنسبة لك أن تقنعي الأهل من أجل هذه القصة وتصويرها وأيضا إبرازها للمشاهد العربي والعالمي أيضا؟ بفكر ما كانش يعني أصعب إشي إلي كان أنه الصمت، وعشان هيك يعني كان كتير مهم إلي أقدر أصور الذاكرة تبعتهم، وهن فهموا انه كان مهم إليه وساعدوني. يعني ولا واحد منهن او ستي او سيدي قالوا لي ما بدنا اياك تصورينا. اكيد حدثت مواقف ايضا في الكواليس، حدثينا عن بعضها اذا امكن. وبعدين بعد ما قدرت اصورهن كمان كان عندي كتير دعم بالعالم العربي بكم مهرجانات، عملت بيتش الفيلم قبل ما اخلصه يعني بمهرجان بتجايا وبقرطاج بتونس وبالجونه بمصر، واجالي كتير جائزات عشان هذا ساعدني اقدر اخلص الفيلم. أكيد أن نتحدث عن الكواليس، لو تحدثينا قليلا مدة تصوير العمل وأيضا لكي نرى هذه التحفة الفنية التي أيضا سيعرض هذا العمل أيضا في الجزائر وهو يتم عرضه حاليا. صورت بخلال 3 سنين وخلصت الفيلم ب 2020، وكلنا بنعرف شو صار بال 2020، الكورونا وصل علينا، وبكتير وقت فكرت انه الفيلم مش رح يقدر ينعرض، وكان اشي كتير صعب علي عشان انا صورت لحالي، كمان صورت واخدت الصوت كله لحالي، ما كانش عندي تيم معي، يعني كنت انا التكنيكال تيم لحالي يعني. وبالاخر الفيلم صار يطلع بالمهرجانات بالعالم العربي وبفرنسا، طلع بالقاعات السينما هي كمان، وإسا انا كتير مبسوطة انه راح ينعرض بالجزائر بالسينماتيك وبكتير صالات بالبلد. ويعني أكيد من خلال منبر قناة الجزائرية الدولية يمكنك أن تدعو مشاهديك من أجل رؤية هذا العمل. الموعد بالضبط متى سيكون؟ بالـ9/12، كمان 4 أيام 3 أيام أكيد هنا بالجزائر العاصمة وأيضا في مختلف ولايات الوطن، لأن الفيلم ستكون له جولة فنية هنا بالجزائر. تحدثنا عن العمل، ماذا يعني لك أن يعرض هذا العمل في الجزائر وهو يتحدث عن قصة لها خصوصية بالنسبة لك؟ بفكر كتير مهم عشان أجالي كتير دائم، كمان لما كنت أصور صورت هون بالجزائر كمان وكتير ناس ساعدوني من هون، وكتير مهم كمان لأهلي لأبوي ولستي إنه الفيلم ينعرض هون عشان القصة عن الوطن اللي طلعوا منه وعن الهجرة وصعوبة الغربة،
وبفكر اشي كتير حلو كمان، ستي عمرها 84 سنة تقدر تيجي هون معي. اول مرة منيجي لهون يعني مع العيلة، انا دايما كنت اجي لحالي للشغل، واول مرة منيجي واجينا من طريق السينما، وهذا اشي كتير كتير لذيذ. إذن من بوابة الفن السابع، شكرا جزيلا لك يا لينا سوالم. وأكيد مشاهدينا الأكارم، هذه التحفة الفنية ممكن لكم أن تشاهدوها بقاعة السينما الجزائرية. في أمان الله. شكرا.